على مسافة 65 كيلومترا والرابط بين قسنطينة وعنابة. سلال شدد بالخصوص على تسليم هذا الشطر في أجل أقصاه نهاية مارس المقبل. هدى الوبح. الطريق السيار شرق غرب الجزء الذي يربط ولايتي قسنطينة وعنابة والذي شهد تأخرا في الإنجاز خصوصا في الشطر الرابط بين عين سمارة وجبل كنتور بسبب انزلاق التربة. الوزير الأول عبد الملك سلال وقف اليوم على مدى تقدم وتيرة أشغال هذا المشروع مشددا على ضرورة تسليمه في الأجال المحددة. Il sera payé dans 15 jours. Il y a une intervention auprès des douanes pour faire sortir des équipements. Fin mars, il faut qu'il nous termine jusqu'à 0,2. الوزير الأول عاين بالمناسبة جاهزية الأنفاق الثلاثة وما مدى مطابقتها للمعايير والمقاييس الدولية، وهو المشروع الذي من شأنه فك الخناق أمام الطريق الوطني رقم 3. نحيلنا أزمة كبيرة، حاجة مليحة، مشروع عظيم والله العظيم. بيان سور راهي مهمة وراهي تسهل لنا في أمورات بزاف هنا في الطريق، هنا نلقاو الطريق فوالا سهلة بارابور كي كانت بكري فوالا لي فيراجات إيتو. دونك مع لي طون زيد تتحسن وتولي مليحه ان شاء الله. دي ساعتين هي تدي واحد الساعتين بصح منا ليه منا مون با ساعه. دخول هذا الانجاز الضخم حيز الاستعمال يعطي بالضروره نفس جديد للحركه المروريه بهذه الولايه وما جاورها. كما أشرف سلال على الإطلاق الرمزي للقطب الحضري الجديد المتكون من أزيد من 6000 وحدة سكنية بعين النحاس ببلدية الخروبة، وأكد على ضرورة إنجاز المرافق الحيوية بالموازاة مع بناء الأحياء السكنية. طارق حاجي. قطب سكني جديد للتوسع العمراني بولاية قسنطينة بعين النحاس التابع لدائرة الخروب يضم 6300 سكن من مختلف الصيغ لتمكين مختلف الشرائح الاجتماعية من الاستفادة منها، وتضم كافة المرافق الملائمة للحياة كي يكون قطبا حيويا لا قطب مراقد، وهو ما يتجاوب مع تعليمات الوزير الأول حول إنجاز الأقطاب السكنية. نعود نأكد التجهيزة، كل التجهيزات تكون موجودة، ثقافية رياضية تربية وتعليم وكل ما تجارية أمنية صحية، ومنطقة التشغيل كذلك ما تكونش بعيدة زون داكتيفيتي ضروري خو لا بريفوار، وسورتو سورتو يفافور سونتراليتي دونك سونتر فيل هذاك وسعوه مليح كما درتوه تقدر تزيد توسع فيه شوية. إضافة إلى قطب عين النحاس استفادت ولاية قسنطينة من أقطاب سكنية أخرى كالتوسع العمراني بالمدينة الجديدة علي منجلي وديدوش مراد والتي أعطيت فيها الأولوية لصيغة السكن العمومي الإيجاري وهي الصيغة الأكثر ملائمة لطالبي السكن، ليؤكد بعدها الوزير الأول ضرورة استدراك الأحياء التي تنقصها المرافق الحيوية بإنشائها في أسرع وقت حرصا على راحة أمثل للسكان. كما تفقد الوزير الأول مشروع إنجاز 3000 وحدة سكنية اجتماعية إيجارية بالمدينة الجديدة علي منجلي، وأكد على أهمية الإسراع في الإنجاز للمرور إلى مشاريع إضافية أخرى للولاية. كما تابع عرضا مفصلا عن مخطط إشكالية المدينة الجديدة من حيث نقص التجهيزات العمومية وتزويد المدينة بالماء الشروب. نور الدين طروي. تشهد الوحدة الجوارية 16 بالمدينة الجديدة علي منجلي إنجاز مشروع سكني من 3000 وحدة سكنية من صيغة السكن الاجتماعي الإيجاري، هو مشروع من حصيلة سكنية أخرى جار إنجازها بالمدينة الجديدة والمقدرة بأكثر من 13000 سكن اجتماعي إيجاري كذلك. الوزير الأول عبد الملك سلال تلقى شروحا عن هذا المشروع ودعا الى تسريع الاشغال. رفورسي فو كاباسيتي باسكو انا دوت بروغرام انكورا كونستانتين كونستانتين ده daha çok programlarımız var. Benim size tavsiyem kapasitenizi biraz daha artırmanız. Si vous démontrez vos capacités, essayez de mettre avec vous en Algérie. Privé ou public comme vous voulez, on va vous rajouter 5000 6000 10000 80%.
تنامي المدينة الجديدة علي منجلي بشكل متسارع من حيث نسيجها العمراني وتعداد سكانها خلق إشكالية نقص فادح في مجال التجهيزات العمومية. حول هذه الإشكالية تلقى الوزير الأول عرضا مفصلا عن الحاجيات والبرنامج الاستعجالي الذي أقرته الحكومة لخلق التوازن المطلوب في هذا المجال. وقد قدر الغلاف المالي لهذه العملية في مراحلها الثلاث بأربعين مليار دينار. المرحلة الأولى انطلقت بأربعة عشر مليار دينار وتخص إنجاز العديد من الهياكل والمرافق في عديد القطاعات. وأما العرض الثاني فقد تناول بالتفصيل مخطط تدعيم المدينة الجديدة علي منجلي بالمياه الشروب وكذا المدينة الجامعية، فضلا عن مشاريع تصريف المياه المستعملة وتطهيرها. كما استمع لمخطط التزود بالمياه الشروب بصيغة الأربع والعشرين ساعة على مستوى الولاية. وضمن برنامج القضاء على الأسواق الفوضوية تدعمت ولاية قسنطينة بثمانية وثلاثين سوقا جوارية، اطلع الوزير الأول على إشغال إنجازها، كما أشرف على توزيع أزيد من مئة محل في إطار مختلف آليات دعم تشغيل الشباب. دل البطبة. 38 سوقا جوارية تدعمت بها ولاية قسنطينة، برنامج خاص للقضاء على الأسواق الفوضوية بقيمة 1,119,000,000 دينار. المدينة الجديدة علي منجلي تستفيد من برنامج استعجالي لإنجاز 5 أسواق مغطاة. الوزير الأول عبد الملك سلال وخلال معاينته للمشروع شدد على ضرورة الإسراع في الإنجاز قبل شهر رمضان ومراعاة معايير الأسواق العصرية. شوف برك ما تنساوش من الوراء فتوجو بريفوار يظهر لي كما تنساوها وين يحطوا حشاكل الزوردور هذاك. هذاك هو الصح، بصح زيد في لا سوبرفيسي ونزيدوا دوتر مينيموم 15 متر كاري. نعم 15 متر كاري والاخر 12 متر كاري. خليوا الوسع شويه باش الناس تنظف والناس كذا. دي سانيتير ما ديروش بالحساب. من نهار رمضان شحال تقدروا ديروا لنا في قسنطينه؟ On peut réaliser entre 10 et 20 marchés pour les délais de 5 mois. شحال عندكم actuellement؟ حنا عندنا pour le moment on a deux, واحدة في بوصوف وواحد في جبل الوحش. فضاءات تجارية تلبي واحدة من أكبر انشغالات قاطني المدينة الجديدة. مهلا سيدنا داروا حاجة مليحة للحيادة. صار بريوريتي مدوم الشباب هذا سي الحيادة. أمس باسكو من بكر بطالين. وبكل كانوا يخدموا في اسواق هكا فوضويه. اي حاجه مليحه تساعدنا احنا بين نمشيو 3 كيلو ولا 4 كيلو ونخرجوا من الدار من خير. حتى تتجسد مشاريعهم 104 محلات تجاريه تابعه لوكاله عدل وديوان الترقيه والتسيير العقاري تم تسليمها لشباب استفادوا من مختلف اليات دعم تشغيل الشباب. احنا مختصين في مجال تكنولوجيا الاعلام والاتصال. وهذه المبادرة هي في إطار وكالة أونساج كونستانتين ومن شأنها يعني أنها تعطينا دفع معنوي كبير من أجل القيام باستثمارات. حندير بروجي أوتو إيكول واستفدت من محل والحمد لله نشكر الدولة كما ساهمة عاونتنا في هذا اللوكال. هذا في انتظار استكمال تسليم بقية المحلات لحاملي المشاريع وإنجاز محلات أخرى بما يفتح آفاقا لشباب ظلوا ينشطون لسنوات على الرصيف. الوزير الأول عبد الملك سلال شدد خلال تفقده لمشروع المدينة الجامعية الجديدة على ضرورة تدعيم هذا القطب الجامعي الضخم بهياكل أخرى من شأنها أن تضمن شروط وظروف راحة الطلبة، كما أشرف بالمناسبة بشعبة الرصاص على انطلاق أشغال إنجاز القطب الرياضي لقسنطينة. نادي علمي. المدينة الجامعية الجديدة علي منجلي تعد أهم مكاسب قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر منذ الاستقلال، فالجامعة التابعة لها تضم 10 كليات بسعة 44 ألف مقعد بيداغوجي لتكون بذلك أكبر جامعة على المستوى الوطني والإفريقي. الوزير الأول عبد الملك سلال تفقد كلية الهندسة المعمارية والتعمير كعينة عن الكليات الست التي تم تسليمها، فيما ستسلم الكليات المتبقية
بقي قبل الدخول الجامعي المقبل. وفيما يتعلق بالجانب الإقامي للطلبة، تضم المدينة الجامعية الجديدة 19 حيا جامعيا بمجموع 38 ألف سرير، ويتمتع كل حي باستقلاليته من حيث المرافق كالمطاعم وقاعات الرياضة والمطالعة. جيبوا لا بروتيكسيون سيفيل والجماعه كي سون شارجي هذوك، باش ما يقعناش مشاكل كيما تاع التلمسان هذاك، باش من درك بعد يبداو يشوفوا لي زانسفيزونس الى فو لي ريكتيفي طونك لي زونتربريز راه ما هنا مع تو لي لا بروتيكسيون سيفيل سو كي سون شارجي دو لا سيكيورتي لا سونتي بروتيكسيون سيفيل. Est-ce qu'il est prévu pour la santé là ou la maquillage? Chaque résidence, il y a une salle de soins. Dans chaque entreprise, un grand centre de santé. خاص المجمع ماشي غير لي ريزيل سونتر ميديكو سوسيال سونتر ميديكو سوسيال خاص الجميع ويعاون حتى المواطنين. اون بتيت سيكوريتي مش على الاكستيريور بصح تابعه لهذا هذو فولي راجوتي. المدينة الجامعية التي أسندت أشغال إنجازها إلى مؤسسة صينية ستستفيد أيضا من مجمع للبحث العلمي. الوزير الأول عاين أيضا مشروع إنجاز قطب رياضي يضم عدة ملاعب وقاعات متعددة الرياضات، وكذا ثانوية رياضية تتسع ل 800 مقعد بيداغوجي. وقد أكد عبد الملك سلال على ضرورة استغلال المنشآت التي تنتهي بها الأشغال بهذا القطب. هذه لا دوزيام، هذه لا دوزيام، هذه لا بريمير داخله لا بيست، هذه باش تدخل باش ترجع لا بريمير فاز اوبيراسيونيل ولا ما تستنى لا دوزيام فاز. لازم تكون انتيغري بلا بيست، لازم دايره لا بيست سيكلابل لو باركور سونتي. في إطار الاحتفالات بخمسينية الاستقلال، أشرف اليوم وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى على افتتاح المعرض الكبير للفلاحة. وبالمناسبة أكد الوزير أن الجزائر لديها تصور جديد للفلاحة مع أهداف واضحة بالنسبة للأطراف الفاعلة في التنمية الفلاحية، منها الأمن الغذائي. بوعلم العبادي. كيف كانت الفلاحة الجزائرية قبل الاستقلال؟ ماذا تحقق بعدها؟ وأي نظرة مستقبلية لهذا القطاع الاستراتيجي؟ بين الأمس اليوم وغدا